هناك إجماع على أن الانتهاك يعني سيطرة جماعة الحوثي على الإعلام الرسمي سواء كان القنوات أو الصحف أو الإذاعات وتهديد للإعلاميين والمخالفين له يعني أثر على الأداء الإعلامي. أيضا هناك يعني عدم يعني هناك اتفاق على أن الإعلام الرسمي بهيئته الحالية يعني هناك ضعف شديد نتيجة لعوامل مختلفة سواء كانت مادية أو فنية أو لوجستية، وهناك اتفاق على يعني ضرورة أن يوصل صوت الشرعية إلى المناطق التي يحتل الحوثي وخاصة عبر الإذاعات المسموعة، لأنه للأسف الشديد لا توجد إذاعة حتى الآن يعني تبث من أو توجه خطابها يعني ويصل خطابها إلى المناطق سيطرة جماعة الحوثيين. هناك يعني من ضمن النقاط لأن هناك ضعف في الكادر الإعلامي وخاصة الكوادر المؤهلة والمعينة على حساب بعض يعني بعض الأفراد والأشخاص الغير مؤهلين. وفي نقاشتنا على الطاولة الواحدة وجدنا تطابق كبير بين ما نريد يعني جميعا دون استثناء، أقول لك دون استثناء، لا أستثني منها مكونا من المكونات التي كانت موجودة من الانتقال سواء كانت من الحراك الجنوبي سواء كانت من الإصلاح من المؤتمر من الساحل الغربي من الناصري من بقية المكونات حتى المستقلين، كلهم يحملوا رؤية واحدة، ما هي الآلية التي ستجمعنا نحو توحيد الرؤى الإعلامية. يتفقوا جميعا إلى أنه غابت أو طغت الأجندات على الرسالة الإعلامية. ناقش الإعلاميون اليوم إشكالية الملف الإعلامي داخل المحافظات المحررة خلال 8 سنوات، الاختلالات، المشاكل، التعثرات، سبب الإخفاق الموجود، وضعوا كافة المشاكل على الطاولة واحدة، اتفقوا جميعا فيما يخص أغلب النقاط الواردة حول ضعف الإعلام الرسمي، ضعف الإعلام الموجه في معركتنا ضد الحوثيين. هناك اتفاق كامل أن هناك خلل، وهذا الخلل أعاق نشاط الجهاز الإعلامي فيما يخص معركة الوطن اليمني ضد الحوثيين. هناك أيضا إجماع من قبل كافة الأطراف أنه حان الوقت أن يتم تجاوز هذه الاختلالات وأن يسعى الجميع نحو التصحيح.